مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم التربوية مال الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد على نظام القناة ديالي. أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. ومرحبا بك، وصلت معكم اليوم لوغتوغراف إيديكتي بالنسبة للتلاميذ والتلميذات اللي باقي ما شافوش الفروض الأخرين اللي درت معكم. ارجعوا لا ديسكريبسيون للوصف وغادي يلقاو جميع الروابط ديال هاد الفروض، غادي يدخلوا غادي يتفرجوا في الفروض. اذا اليوم غادي نديرو كما قلت لكم لورتوغراف ايديكتي، حاولوا انتبهوا معايا. لورتوغراف ايديكتي غادي نديرو 4 كاستيون وغادي نزيدو واحد الجمله في لا ديكتي. دونك لا بروميير كاستيون، كومبليت لو نوم فيمينان افيك او اكسون او او اكسون او. غادي نكملو الاسم المؤنث لو نوم فيمينان، هاد الاسماء هادو كاملين فيمينان، غادي نكملوهم سوا بو اكسون سوا بو اكسون او، لانه كاينين دي نوم اللي كيتسالاو بو اكسون وكنقولو عليهم فيمينان، وكاينين اخرين هما فيمينان عاوتاني وكيتسالاو بو اكسون او. صافي. دونك اول قاعده اللي ممكن نستحضروها هي القاعده ديال الكلمات اللي كيتسالاو بالتي واللي كيتسالاو بالتي، داكوغ، اللي كيتسالاو بالتي واللي كيتسالاو بالتي، هادوما ما كياخدوش في الفيمينان او اكسون او، ما كياخدوش او اكسون او، كياخدو شنو كياخدو؟ كياخدو غير او اكسون. وكاينين دي زيكسيبسيون بطبيعة الحال، كاينين دي زيكسيبسيون، بحالاش ناخدو غير لي زيكسيبسيون اللي عندنا هنايا في هاد لا سيري. عندنا ديكتي، عندنا مونتي، هادوما جوج بيهم كيتسالو بالتي، ها كيتسالو بالتي جوج بيهم، ولكن كياخدو او اكسون او. داكوغ، دونك نديرو هنايا لاميتي، لاميتي باش كتسالا لاميتي او اكسون. D'accord. Une montée, e accent e. Une pensée, la santé, e accent. Une journée, e accent e. La dictée, e accent e. Donc l'amitié, une montée, une pensée, la santé, une journée, et dictée. هذوما لي نون فيمينان اون اكسون او بيان اون اكسون. هذا هو الدرس اللي قريناه، لي نون فيمينان، لي نون فيمينان، نذكركم بالدرس لي نون فيمينان اون او اكسون او او اكسون او. صافي، هذا هو الدرس اللي متعلق بهذا التمرين هذا. لا دوزيام كيسيون سويف افيك موا، كومبليت لي مو سويفون افيك او اكسون تيغو او بيان او اكسون غراف. غادي نكملو بليز اكسون تيغو او بيان لي اكسون غراف. حنايا كنعرفو الفرق ما بين لاكسون تيغو و لاكسون غراف غير من خلال الصوت. دونك اي هادي اي هادي اي اي ركادي نيميرو مي مي مي. دونك شنو غنديرو؟ غنديرو اكسون تيغو نو مي مي. ركادي لو بروبلي لي لام اكسون غراف. داكوغ، اكسون غراف لو بروبليم. لو تيليفون، لو تيليفون بحال هادي، دونك او اكسون تيغو او اكسون تيغو. داكوغ، لو تيليفون. لا ريبونس، لا ريبونس عاوتاني نفس الشيء او اكسون تيغو. دونك هادوما كاملين اكسون تيغو، هادي بحدها اكسون غراف. دونك لو نيميرو، لو بروبليم، لو تيليفون، لا ريبونس، لا ريبونس. C'est bien. Deuxième, la troisième question. Bar l'intrus. غادي ندور على l'intrus. C'est-à-dire الكلمة الداخلة على هلا دلا سيري. عندنا دو سيري. Début, espéré, thé et hâte. Mère, colère, numéro, crème. Donc هنا غادي نشوفو من هاد الناحية ديال الداخل ماشي من المعنى ديال الكلمة. غادي نشوفو من لي زاكسون. صافي لي زاكسون. هنا عندنا أكسون تيغو. هنا عندنا أكسون تيغو. هنا عندنا اكسون تيغو، هنا عندنا اكسون سيركونفليكس. دونك الداخل هو اللي عنده اكسون سيركونفليكس. دونك هات هي الكلمه اللي داخل. صافي. دوزيام سيري عندنا مير كولير نيميرو كريم. هنا اكسون غراف، اكسون غراف، اكسون تيغو، هنا اكسون غراف. هنا هي اللي داخله، هي اللي عندها اكسون غراف. نيميرو، نيميرو هو الكلمه الداخله. صافي. دونك هنا هات هي الكلمه الداخله، وهنا نيميرو هي الكلمه الداخله. هنا هضرنا من ناحيه ديال لي زاكسون. صافي، هادو هما ثلاثه بهم عندهم سون دي زاكسون ديغو، هنا لاكسون سيركونفليكس، وهنا هادو هما ثلاثه عندهم لاكسون غراف، وهادي عندها لاكسون تيغو. لا كاتريام كاستيون اي لا ديرنيير، مي لي زاكسون لا او يلفو. غدير لي زاكسون في البلايص اللي ممكن دير. صافي،
Donc, mon frère, on a l'accent grave naya sur E. Préfère, préfère, on a l'accent aigu naya, ou on a l'accent grave. Préfère se déplacer, déplacer, accent aigu naya. À vélo, A, accent grave sur A, et accent aigu sur E. B, les équipes, accent aigu sur E, n'ont pas respecté. On respectait, c'est le verbe respecter conjugué au passé composé. Donc, elle a participé passé. Les règles, accent grave sur E, du jeu. Ma mère, accent grave sur E, est partie en voyage. D'accord? Est partie en voyage. C'est bien. D'abord, on connaît comme il n'a l'orthographe. D'abord, on dit dictée. 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 Dictée, maintenant, radin haoulo. نكتبوا كلمات متعلقه بهاد لي زاكسون صافي. مثلا الاستاذ شنو غادي يطرح عليكم؟ يطرح لكم بعض الكلمات تكتبوهم ويشوفكم واش غتكتبوهم بالاكسون غراف او بيان لاكسون ديغو او بيان لاكسون سيركونفليكس. عرفتي عليكم؟ يقول لكم لا جورني، لا جور، باش كتسال هادي بان تاخد او اكسون. داكوغ؟ مثلا لا بوتي، سي لو تي، اش غتاخد؟ غتاخد او اكسون. الا قلنا حنايا الغالبيه اللي كيتسالوا بالتي ولا بالتي اي ما كياخدوش او من بعد او اكسون. داكوغ؟ لا بوتي. جينا لا ليبرتي، نفس الشيء او اكسون. داكوغ؟ هاد السؤال هذا ديال لا ديكتي كان متعلق بلي نون فيمينا، دابا نشوفو لي متعلق بلي زاكسون. باغ اكزومبل يقول لك كتب كلمه ديبو، نشوفوك واش غادير لاكسون ولا لا. دير لاكسون سور او دي دي غير من خلال النطق صافي. باغ اكزومبل ديكتي، نشوفوك فين غادير لاكسون، دير لاكسون سور او. باغ اكزومبل تيت، واش غادير لاكسون ولا لا؟ دير لاكسون سور او. دونك هذا لا ديكتي، لا ديكتي كيكون غير في هاد الشيء هذايا. غادي يحاول الاستاذ يعطيكم واحد دو بوان عليه ولا شي حاجه. دونك وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص لاكتيفيتي دو لورتوغراف اي ديكتي بالنسبه للمستوى الخامس ابتدائي، دائما في اطار فروض المراقبه المستمره الصفيه المرحله الاولى. اللي باقي ما تفرجش في الفروض اللي درت معاكم، يمشي لا ديسكريبسيون غادي يلقى لي ليان كاملين ويحاول يتفرج بتأني لذاك الفروض لانه غادي يفهم ان شاء الله يا ربي. كنتمنى انكم تزيدوا دعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.